الأخيرة تعبان صحيا، ولكن بغض النظر عن التعب الصحي أحاول أشتغل، واشتغلت يعني في الشهور الأخيرة أو في هذا العام الأخير يعني بعض الأعمال اللي في مجموعة يعني ممكن يعني تظهر يعني تشوفها كمان أنت، وهذه يعني تقريبا يعني أنا نحاول نعمل شيء جديد، اللي هو شيء يعني يكون في مطلق الحرية في العمل، ولكن للأسف الصحة ما كانت تساعدش، ولكن المحاولة موجودة يعني، وإن شاء الله يعني في المستقبل إذا الله أحيانا إن شاء الله تتطور الأمور إلى أني يعني أضع ما أفكر فيه من ناحية تطوير العمل، أو إلى ما بعد العمل الأشياء يعني قلت لك هي بقدر الإمكان يعني محاولات يعني محاولات صرخت العبقرية الكائنة في الإنسان أو الفنان، العبقرية الكائنة في العقل الباطني في دواخل مشاعر الإنسان، هذيك هي الصرخة الأكيدة والصحيحة واللي تخرج الفن. أنت ما تخرجش الفن لأنك تروح تعمل ما تقدرش تخرج الفن إذا حاولت تفكر في الفن أو تفكر في طريقة معينة، أو إذا حاولت أنك تقولب المسائل وتضع لها هندسة وجغرافيا وإلى آخره، يعني زي ما يعمل إنجينير، زي ما يعمل مهندس، أو زي ما يعمل مثلا رجل زراعي عارف أنه هذه الأرض يرمي فيها هذا يخرج فيها الزرع وإلى آخره، يعني هذا هو اللي بيسموه بلان في هذه البلاد، تحضير يعني تحضير تحضيرات. الفن لا يحضر، الفن عندك الماتريال موجود، هذا تشريع نورمال وتحطه عندك في الدار، ولا وين كتنام، ولا وين كت عندك اتيليه، هذا هو يعني المرابط بتاع الفن، انك تشري الالوان والدوك اللي هو اللوحات والكباست وتحطهم، ولكن ما تقدرش تروح تشتغل، لأنه شو راح تشتغل؟ لازم يخرج عن لازم يجيك الواعز الداخلي، ما يسمى باللغة العربية بالإلهام. الإلهام في أناس بيفكر أنه يأتي من السماء، ولا في ناس بفكر مش عارف شو، لا، الإلهام يأتي من 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 كل الأشياء. الإلهام إذا 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 أنت مخلوق أو مخلوق فنان، يعني مش فنان متعلم، لا، أنت مخلوق فنان، أنت تنظر إلى كل شيء وتأخذ هذا الضوء الجميل من كل شيء، تأخذ من خدود النساء، من قدود النساء كيف تتحرك، كيف تأخذ من عبقرية الماء، النبع، الأرض الحبلى، الأرض التي ولدت، تأخذ من لون السماء، من
تحركات الكواكب، من وجود القمر في الليل، النجوم إلى آخره. تأخذ من حديث لطيف مع الجار، من الوزات اللي بتيجي عندي هون، في عندي وز بري في النهر، عايش النهر القدامي، بيجي الوز وفي الساعة اللي هو عايزها بيجي يصرخ لي باب البيت، بيش أنا أفيق وروح أعطيه الطعام. يعني هذا المهم، كل ما في الحياة وكل ما تتخيله من أقاويل ومن أفكار ومن دراسات ومن مستقبل أو ماضي، هذا كله من المخزون الفني. كل هذه الأشياء تتخزن فيك، وهي لا تتخزن فقط البارح، هي تتخزن منذ أنت وجدت جنينا في بطن أمك، حتى قبل أن تكون جنينا. هناك في لوثة ربانية، لوثة ما تعرف شو هي، تضرب واحد من هالكروموزوم، واحد في العشرة ملايين من في العالم، وبيأخذ هذه اللمحة اللي هي مجنونة، لمحة العبقرية الفنية، اللي أيضا من ضمنها الفلسفة ومن ضمنها الخلق، خلق شيء من لا شيء، الإبداع، الإبداع العبقري. والفن هو النبع الأساسي، هو النبع الأساسي لكل هذه المحفزات، لأنه هو الذي يطلق سهوم أو أسهام أو طلقات الأنوار، تخرج من عنده وبتلقفها، حتى الفيلسوف بتلقفها، الشاعر بتلقفها، أي إنسان يعمل في الحضارة، في الكتابة، في القصة، بتلقفها من الفنان. الفنان هو المتمرد، الفنان هو الذي لا يخبئ الأشياء، لا يتعامل كما يتعامل الشخص ذو الأخلاق الحميدة الدينية والعقد النفسية. الفنان غير معقد نفسيا. مثلا مدرسة أو اتجاه معين، أنا ما عندي لا اتجاه ولا مدرسة معينة، أنا عندي بصمات خاصة فيا، أنا نعملها، وأنا البصمات حتى ما نعرفهاش، أقراها بعد عملها، أنا عندي هذا الفيضان، الانسبيراتيون، بسموه انسبيراتيون، اللي هو فيض العاطفة لعمل لوحة أو للرسم. وكان هذا عندي وأنا طفل، ننقش على الأرض وعلى الحجارة وعلى ذاك، وأنا عمري سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وأنا يعني هذا الشغل الشاغل ديالي. فأنا أضع هذه البصمات كلها وأقرأها فيما بعد، مش وأنا طفل إني أقعد أقرأها، لا، كنت أبدأ يعني أعمل لها بفوندرونج، يعني أنا يعني إعجاب، يعني أبدأ بالتعجب، كيف خرجت هذه، كيف. ولما كبرت ومشيت ودخلت مدارس وإلى آخره، لم أقبل التأثر بمدرسة معينة. المدرسة بالنسبة لي هي عبارة عن تقييد. تجمع الفنانين أحسن من ما تكون أكاديمية ودرس وإلى آخره، الدروس هذه كلها تقييد. لذلك أنا أحب أعمل ما يفيض في عاطفتي وأقرأه فيما بعد، وأضع له اسما أو عنوانا فيما بعد.
اللي يعجبني في هولندا إنه في حرية، في تقدر تعبر عن نفسك، تقدر يعني تقدر تترك للفرس العاطفية العنان في موضوع الخلق، ما حد يكون عليك دكتاتور ويكفرك ومش عارف شو، وليش بترسم نسوان وليش مش عارف شو. المهم هون في حرية، في هذه البلاد في حرية، وحتى لو كنت في بلاد العرب، حتى وأنا في بلاد العرب كمان كنت أتعامل بالحرية، أعمل أعمالي بالحرية ويوقع لي مشاكل، ما عنديش مشكلة. أنا بشوف الفنانين العرب زي أيضا فنانين كثيرين في هولندا يحاولوا يتجرعوا الماضي، أو شو بسموه، يعني زي الخروف لما بوكل برجع الأكل يأكله مرة أخرى. في الفن العربي هناك بشكل مطموس تكرير الآخرين أو التحزب في الفن، هذا لأنه ما فيش تربية لها علاقة في الحرية. التربية استعمارية، تربية دكتاتورية، تربية خطيرة، تربية تخلف وليس تعلم. وحتى لو صار عندهم فلوس وبترول وبطيخ اصفر، يعني كمان ما ينفعهمش، لانه كيزدادوا غباء. انا اعرف كثير من الفنانين في المانيا، عشت في المانيا طويلا وكثير من الدول الأوروبية، وعشت في هولندا اللي هي تقريبا يعني الحرية فيها كمان مطلقة بطريقة غريبة وجميلة وممتازة. لكن وشفت الفنان العرب مين نازل في الخط العربي حتى الآن، مين اللي نازل يعني يرسم النخلة والجامع ومش عارف شو، وكأن هذا هو التراث العالمي. ما فيش انفلات، فيش انفلات يعني فيش حرية، مش مربع الحرية، مش مربع يعني بخاف. يعني لو فكر مجرد تفكير في جسم المرأة بيقول استغفر الله العظيم، والله ما خلقش المرأة مشان تقول استغفر الله العظيم، الله خلق المرأة مشان تقول الحمد لله، وخلقها هي، خلقك انت باش هي تقول الحمد لله، مش خلقها باش تقول استغفر الله العظيم وتهرب مجرد التخيل يعني. تصور فانت مغلوق، مسكر عقلك، مسكر يعني كفنان عربي او مثقف عربي او صحفي عربي او كاتب عربي، انت عقلك مسكر. احنا من عندنا من العرب مين اللي خرج قليل في الغربه، اللي هو جبران خليل، ميخائيل نعيمه، يعني بعض هذول اللي راحوا على امريكا اللاتينيه وعلى امريكا الشماليه وخلفوا اشياء، والباقي وين؟ طب ما هي البلاد الاوروبيه صار فيها ملايين العرب، وأمريكا وغيره ملايين العرب وولدوا هنا، واللي بولد بيطلع متخلف أكثر من أبوه. مدرسة المشاعر والعاطفة، هذه هي مدرستي في فني وحتى في حياتي. أنا لا أؤمن بأي استراتيجية ولا أؤمن بأي مدرسة تحكم الفنان، لا يمكن المدرسة تحكم الفنان، لأنها ستكون في عقله عليه سجنا وعلى مشاعره سجنا، ولا يمكن أن يرضي ذاته التي الطامحة للجمال وبحر الجمال طويل وعميق وإلى آخره، ولا يستطيع أن يتحرر من الموروث السيء أو الموروثات السيئة في الحياة، سواء كان
شخص هولندي، فنان هولندي أو عربي أو بغض النظر أي فنان، حتى أنا نشوف فنانين هولنديين متخلفين مازال في الكراوس، ومازال في الدين، ومازال مش عارف شو في الخربقة، ومازال زي ما ربته أمه إذا كانت أمه جاهلة. في كثير فنان يعني في هولندا وفي بريطانيا وين ما كان، ولكن لأن في حرية في هذه البلاد، الفنان الحقيقي أو مش مسألة حقيقي، الفنان الدافق هو الذي يبلل الوجوه بالفرح. بس أنا لا أقبل بأن تحكمني أي مدرسة، وعندي مشكل مع كل المدارس الفنية. أنا عندي مشكل مع كل المدارس الفنية. أنا أرسم وأعمل بأي طريقة كانت، وأريد أن أضع بصماتي الحرة. أخذت جائزة روما، أخذت جائزة من الأكاديمية بتاعت فلورنس، أهم أكاديمية في العالم تاريخيا. أخذت منهم بروفيسور أوف آرت، أنا أعطوني إياها، وفي جوائز كثيرة أخرى مش مهمة بالنسبة لي، مش كل شيء مهم، بس هذو الجائزتين مهمتين. والمهمة أكثر إنه لما بدأت على المعرض، رغم إنه أنا محارب سياسيا في هولندا، وبيغلقوا كل الأبواب أمامي، لكن الحمد لله فتحت بعض الأبواب وفتحت إلي ولو لحين، وشافوا أعمالي. الشهادة الكبيرة لما كنت مثلا أسمع واحد ما له مصلحة معي مثل نيكو دوفستاين، واحد كاتب، هذا الشخص كان يبكي، كان يجلس عندي وأنا أشتغل في يعني أرسم، كان يبكي يعني كل يوم خميس يقعد عندي مشان أحاسيسه. أنا أقول لك أتمنى صحتي تتحسن، وحتى التخيلات الباطنية اللي عندي أفرغها قبل مغادرة هذه الحياة. يعني بصراحة أنا هذا هو الهاجس بتاعي، أنا أتمنى يعني بضعة سنين لكي أفرغ الشحنة الأخيرة، أفرغها ألوان وحرية وجمال.